وحول إنجازات المملكة العربية السعودية في موسم الحج ونجاحه في أعوام متتالية، نلقي الضوء عبر الهاتف من القاهرة الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية والأمن القومي بجامعة القاهرة. دكتور، هناك محاولات متواصلة يقوم بها نظام الدوحة لتسييس الحج وأيضا تدويل الحرمين، ما يدل على اتباعه سياسة عدائية ليس فقط مع السعودية بل مع البحرين، الإمارات، مصر ودول عربية أخرى. ما هو تعليقك بخصوص ذلك دكتور؟ أهلا وسهلا بحضرتك وبأهل البحرين الشقيق. الحقيقة محاولات قطر لتسييس أزمة الحج ده مش محاولات جديدة، بالعكس ده هي نبعة أو استكمال لمحاولات تسييسها لنظام تفكيك الوطن العربي وتقسيم دول الشرق الأوسط المبني على الأيديولوجية الحاكمة أو العقيدة الحاكمة للنخب الحاكمة في قطر. بمعنى أدق، طب إيه هي العقيدة اللي يعني خلينا نتطرق بقى لأكثر عمقا. العقيدة الحاكمة للنخب في قطر إن قطر دولة صغيرة جدا وسط دول عربية كبيرة، فبالتالي عشان تضمن إن هي يبقى ليها نفوذ على الدول المجاورة ليها اللي هي الدول الكبيرة بتسعى لدعم الأقليات في الدول دي واسترضاء القوى الكبرى وأعداء الدول المجاورة. خليني أوضح أو أقول انعكاسات ده أكتر. استجلابها لأكبر قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط عشان تضمن ردعها لدول المجاورة، واستجلاب إيران العدو الآخر والمهدد الآخر للأمن القومي العربي أو للدول العربية بشكل عام. النقطة الثالثة، في بعض القوى ابتدت تسعى ليها لكفتتها أو لتهديدها بمعنى أدق، وخليني بعض القوة دي عدم المحاولة وعدم إعطاء أي فرصة لمحاولة عودة النظام السوري اللي هو متمثل في نظام بشار الأسد ده من ناحية، ومن ناحية تانية تهديد الجيش المصري من خلال عدة آليات، يمكن آخرها فيلم اللي هم الفيلم اللي عملوه فيلم السفيه التافه اللي هو اسمه أرض الدين. أنا بحكم تخصصي متابع للشأن السياسي والأمن والعسكري الفيلم اتفرجت عليه. الفيلم ده بيهدف إلى ضرب العقيدة في المؤسسة المسلحة المصرية من خلال تبيان إن الجيش المصري مخترق، والكلام ده كله كذب وتافه وسفيه. وبنفس الوقت عملت على تعزيز بعض الأقليات وأثرت بعض الاضطرابات في البحرين من خلال دعم الميليشيات المسلحة وتقوية أزرع إيران في تهديد الأمن البحريني من خلال استخدام الأقليات في دولة البحرين. دي النقطة الرابعة. النقطة الخامسة يا فندم، واللي لازم أغلب الناس تفهمها وأغلب المواطنين يفهموها، إن قطر بتستغل ما يسمى سطوة المال لشراء بعض التوجهات السياسية، مش من خلال قطر بشكل مباشر إنما من خلال الوكالة عن طريق تسهيل مهمات وأدوات تنفيذ السياسة الخارجية لبعض الدول، وهنا أقصد إيران بالتحديد في منطقة الشرق الأوسط. وبالتالي عشان أقدر أواجه قطر لازم أقطع ظوافرها أو أزرعها الإقليمية من خلال علاقتها ببعض القوى الإقليمية. طب أنا عشان أبتدي أتحرك، وده السؤال الأهم، أتحرك ضد قطر هعمل إيه؟ لازم ان انا افعل مقاطعة، يعني خلينا اقول وده رأيي الشخصي، المقاطعة ما جابتش فوائدها المتوقعة، لازم ما هو اكبر من المقاطعة. بمعنى ادق، تفعيل الا تفعيل اوجه الردع تجاه قطر وتقليم اظافرها من خلال عدة مستويات، من ضمنها المستوى الدبلوماسي والمستوى القانوني. على المستوى الدبلوماسي من خلال قيام بعض الدول نشوف قطر ليها علاقات مع مين، بتعزز مع مين علاقتها بالدول المجاورة، واحنا نبقى متصدين لهذا. اما ان انا مقاطعة واسيب جانب من قطر تقوي علاقتها به من خلال الدول الاخرى زي ايران وغيرها، وبرضو استجلبت قاعدة عسكرية تركية، يعني خليني اقول برضو تركيا بتهدف ليه، هي استندت لتركيا وايران القوى الاقليميتين المنافستين في الشرق الاوسط، وده في حد ذاته لو نبصه بشكل ابعد شوية هنلاقي ان قوتين الفاعلتين في الشرق الاوسط هم قوى غير عربية بالاساس، قوة سواء ايران الفارسية أو تركيا الغير العربية، وعندنا من طرف الآخر إسرائيل. يبقى كده احنا بنتحدث على ثلاث قوى كلهم مهددين للأمن العربي، فبالتالي أنا لما أستند لأحد هذه القوة أنا بالتبعية أن أنا بهدد بعض الدول العربية، مش بس بعض الدول، ده كل الدول العربية اللي هي غير متحالفة معايا. وده هيرجعني للنقطة الأولانية اللي أنا قلتها، أن قطر مساحتها صغيرة، فبالتالي هي بتسعى ليه تشكيل اضطرابات متواصل، واضطراب متواصل ده يعني قايم على ايديولوجيه طائفيه في كل الدول العربيه المجاوره. الصراع ده بيجلب على بيؤدي الى تقسيم الدول العربيه وتفتتها ودخولها في نفق مظلم زي ما احنا بنشوف في سوريا، في ليبيا، في بعض في اليمن وهكذا.
نعم. ليه؟ لأن الدول دي لما تتقسم في الغالب بتتحول لنظام فيدرالي أو كونفدرالي، وتبقى قطر هي الدولة صاحبة السيادة، وفي نفس الوقت مساحتها صغيرة، بعد كده هتبقى مساحة عادية، وده نفس الأيديولوجية اللي بتقول عليها اللي بيقوم عليها صاحب السفر الخارجي. إذن من القاهرة الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية والأمن القومي بجامعة القاهرة، شكرا جزيلا لك.